كيف تنظر إلى هذه الوقفة وهذه المساندة والتعزيز؟ نحن يعني للإجابة على هذا السؤال يجب أن نفرق بين أمرين. ليس هنالك مشكلة للشعب السوداني مع قواته المسلحة. نحن ندعم قواته المسلحة لحماية تراب السودان وتحقيق الأمن والسلام في السودان، وهذا هو الدور الأساسي لأي قوات مسلحة موجودة في أي دولة. الاختلاف يعني هنالك مواقف نحن ندعم فيها القوات المسلحة، مواقف قد نختلف مع بعض التقديرات لبعض القادة الموجودين في هذه القوات المسلحة. أنت تريد يعني أن تقول بأنه متى ما تحولت القوات المسلحة إلى مكون سياسي هنا قد نختلف أو نتفق؟ نعم، واحدة من الأشياء الأساسية التي يتحدث عنها الجميع في أي نظام مدني في أي نظام ديمقراطي أن يقوم بالدور السياسي والدور العمل السياسي الأحزاب والمكونات المدنية، ولكن أن يتدخل الجيش في العمل السياسي ويؤثر عليه ويخرج به عن طريقه، هنا يحدث الاختلاف. هنالك دعم كبير لما تقوم به القوات السودانية في الحدود مع أثيوبيا، ولكن هنالك غدا أمامنا مليونية ستخرج للمطالبة بعودة الحكم السلطة المدنية وعودة العسكر إلى ثكناتهم أو إلى الثغور للدفاع عن الوطن. يعني ما حدث، يعني إذا عدنا إلى ما حدث في 25 أكتوبر، يمكن نحن كلنا شاهدنا الحديث الذي أدلى لقاء التلفزيوني الذي أدلى فيه السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بحديث ذكر فيه إنه ليس لديه أي توصيف لما حدث سوى أنه يوصفه بأنه انقلاب، ليس هناك توصيف آخر. هذا ورد على لسان السيد رئيس الوزراء. وإذا عدنا للإعلان السياسي الذي تم توقيعه، يعني الديباجة الأساسية فيه يتحدث عن إنه هذا الإعلان تم تأسيسا على القرارات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة، فبالتالي هذا الإعلان هو مؤسس بناء على كلام حديث السيد رئيس الوزراء، هو مؤسس على فعل انقلابي، ولذلك نحن ننظر إلى ما تم هو انقلاب.